بعتنا لك العمال. اي نعم. ولو طيب طول بالك عليهم بس مسافة مشوار الطريق يعني. اي نعم. يعطيك العافية معلم زكور. اهلا ابو سليم عن اذنك. نعم يا خيي. طيب طيب حاضر. هلأ منشوف شو فينا نعمل. لا سلامتك. مع السلامة. اهلا ابو سليم. اهلا فيك معلم زكور. شو بتريد نعمل؟ شو بدك انت؟ انا حاضر. يعني شو رأيك منطرش طرش ولا منركب وراء؟ يلي بتريده واللي انت بترتاح له. انا من جهتي ما عندي مانع. يا خي انا عم فكر نطرش طرش لانه هالوراء بتصير تلظه، اذا توسخ انتزع بدك تصير تشيل وتركب وتشيل وتركب. الطرش انظف واحسن. شو رايك؟ كمان بيصير. ايه وامتى حتبعت لي العمال؟ بصراحه ميني قادر ابعت لك اي عامل قبل ما يخلصوا الورش اللي بين ايديهم يا ابو سليم. لا 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 بدي خلص قبل العيد. طول لي عمرك. ها بالعربه تليم. فهمان فهمان. مين ابو نصره؟ ايه ابو نصره. وينو ابو سليم؟ ابو سليم وصل مشوار. ايه مو شو وينك انت؟ ما اتفقنا على اساس ترشي البيت؟ ابو نصره كل مره بتحكي لي هالقصتيني وبتلزع بتقلي غضلي النظر. انا ماني فاضي، عندي شغل كتير لك معنا تبعت من فلاسي. الله يرزقك يا فهمان. بس هالمره عم حكيك جد. بدك تطلص على صحيح؟ ايوه. اسمح لنا بعد ابو نصره. تفضل. فينا نستخدم المكتب تبع ابو سليم؟ ولو عودوا حطوا عودوا حطوا البضاعه بالعرض. ابو نصره بيتم وين؟ ايوه. يا ابو نصره انت شو عندك بده طلب؟ انا عندي 3 غرف منامة وصالون وغرفة صفرة. ايوة يعني الكل 5. 5. بدك طلس عادي ولا طلس فرنجي مرتب؟ ليش شو في فرق بين الطرش الفرنجي والطرش العادي؟ ولو بسلامة مفهوميتك يا ابو نصلة، في فرق كبير بين الطرش العادي وبين الطرس الفرنجي. بس معلم زكور ما قال لي هيك. ابو نصلة من بعد ايه؟ الله ما تتوهم زيادة. لحنا بناخد على هالبضاعة زيادة بالمية عطلة عن الطلس العادي. إذا بالمية 10 زيادة اتفقنا. لك فهمين من بكرة لازم تجي أنت وشريكك تبلشوا بالطرش بالبيت. اسمح لنا برعبون لك. بس بس يا عيب السوم عليك سكت. ليه معلم؟ ها هذا حديث بنحكى مع ابو نطله بتقول له اعطينا رعبون. شو بقول له لك؟ لك سكت خلاص. بنحكى معه الحكي ابو نطله معلوم بكل المنطقة بكل البلد. ابو نطله اسمه قد الدنيا. يا عيب السوم عليك سود لي واستمع العالم. ما تاخذنا ابو نطله ولا همه من بعد املك ابو نطله. ايه اسمح لنا بدفع على الحساب. بدنا نسلينا شويه غلط. وقديش بدك دفع على الحساب؟ هات لك 250,000. شو 250,000؟ شو انا بدي اطرش البنايه كلها؟ انا بدي اطرش بس بيتي. طب انا شو عم اقول لك على الحساب؟ طب بدك تعطيني على الحساب يا خيي. بدفع لك 35,000 ليره على الحساب. شباب 35,000 ليره؟ لا تو انا عم بقول لك يا ابو نطلع سيق من طير سيق من طير سيق. لك تعال هون يا ابني وقال لك عم نعمل نملة على بتروح عملك فاي. ولو يا ابو نطلع 35 عمله 30,000. لك شو قلنا نحن هلا 35؟ لا عم لا كده ابو نطلع. هيك يا ابو نطلع لا عم تحكي عن صحيح. اعطينا 175,000 بنستغل لك نبلغ 25,000. لك شو يا ابو نطلع هلا قلت لي بعد 35 و20 وقدر لك روح منك سمعه شو عم يحكي؟ عم بقول لحنا فينا نشتغل بهالشغل. نعم عليك يلا ولا عم تفكر بالخير. طول بالك طلعنا بس طلع اكل. طيب يا ابو نطلة معلش اعملوا 125 20,000 20,000 لك يا ابو نطلة. لا تعمل تعمل معنا هيك لتمارن هيب هو زي ابني مصير. لا ولا لا بعد بس احنا معنا ناكل مع ابو نطلة. اعملوا 50,000. 15,000. 15,000 خذوا يا معلم. طيب اعطينا 15. يا جيب. طيب ما بدك تعمل حسابات؟ ايه بدي اعمل لك حسابات. عمل لي لشوف حسابات. ايه ابو نطله حط لي لحتى تعرف انه انا ما عم باخذ منك شيء اسمه اوانطه. كله مضبوط. حط لي لشوف نص طن حليب طازه. لشو النص طن؟ ما كثير نص طن حليب. حليب طازه؟ حليب هذا لك حليب ونسا وجفصين. ايه لشو الحليب والنسا والجفصين؟ مثلا اعمل لك هون مهلبية مثلا شو مهلبية؟ شو انا بدي اعمل بيتي مهلبية؟ لا يا ابو نطلة ما عم نفهمك الموضوع. بدنا نطلط لك طلط مضبوط. أيوة. اطلي ايوه لانه النسا كمان حط لي نسا نسا حموي 70 كيلو. شو نسا حموي؟ انا بسمع في حماوي يا مشمش بلدي يا مشمش حماوي يا مشمش بلدي يا مشمش. بس ما سمعت اسا في نسا حموي.
انا هيدا ما حدا بيعلف فيها الا المعلمين المضبوطين انه في ناس احمهم الى الطلاق. الا اللي دلتين باوروبا فلاندي مثلي انا يا ابو نطلع. ايوه اي مضبوط ام لا؟ مضبوط. بده يطلع شغل مضبوط يا ابو نطلع. ايوه اسمح لي بالخمسطاش يا خيي. هلا حتبلشوا على بكره. ايه طيب ما احنا بالخمسطاش. ابو نطلع هدول يدفعوا علي الحساب وبس خلص لك بنص الشغل بدك تعطيني دفعه. وهي عشرة وقبل الاخر بدك تعطيني شو عشرة؟ عشرة. ما هلا قلت لي 15 يا ابو نطلع. لك لا تعمل معك. هدول خمسة. شو خمسة؟ 5000. ما خمسة 3000 هذول. منين خمسة 3000؟ 3000؟ ايه هي 2000. ايه خليه يعطيني 500 مليم. ولك اسمع لا تبت لك انت. شوف ابو نطلع. ايه هذول الله يحس لي فيهم انا بضعف. اي معلوم. وانا كيف بروح انا وهالظلة مع بيوتنا؟ ما معنى قرض السيارة؟ معلوم. هي 500 قرض السيارة؟ 500 قرض السيارة وهلا معطل اللي ما معه ياكل. وهي 500 لهلا معطل؟ 500 وانا ما بيطلع لي 500 يا ابو نصلة. وهي 500 لقلك؟ طيب بتصدقني اذا قلت لك هذول يا ابو نصلة فوق اللي اعطيتنيهم طلعوا 3250؟ بتصدق اذا قلت لك ولا ما بتصدق؟ لازم صدق. وهي 2500؟ يسلموا هدي ودياتي. دفع الحساب. دفع الحساب. سيد دمي سيد العسل عبو نصرة. ايه فنكة العسل عليكم. انا ما دخلي بالعسلك. هاك الاتفاق اللي اوله نور اخره شر. يا معلم ذكور. يا معلم ذكور. اهلا اهلا ابو نصرة. وقع بمشكل ما في غيرك بيخلصني منه. خير ان شاء الله. ما بتذكر من كام يوم جيت لعندك وقلت لك عندي هالبيت بدي اطرشه؟ مزبوط. حضرتك قلت لي ماني فاضي. بالفعل قمت اضطريت رحت جبت طراشي. اه ومين جبت يطرش لك؟ جبت واحد اسمه فهمين ومعه شريكه شو اسمه يا بس ابو بس اسمه الزغلول. مزبوط. يا دلك يا ابو نصرة على هالعلقه. هدول اثنين انا مدشرهم من عندي لانه ما في واحد منهم بيعرف يمسك فرشيه. شيء ما قالوا عاملين حالهم انه تعلموا الطرش باوروبا يعني بيطرشوا فرنجي. وقال بديل المي بيحطوا حليب وبديل الكلس بيحطوا نشا وجفصين وجاف الطيب. ولك هلا هن شو بدهم يطرشوا لك بمهلبيه؟ بعدين هلا بورجيك على البيت عاملين لي كل حيط لونه شكل. قال شو هيدا اخر موضه بقى مشي معي خليك تشوف بعينيك. اما اثنين محتيلين رجعوا لمصلحتهم القديمه. شو مصلحتهم؟ ما كانوا يشتغلوا مصلحه التنظيفات. امشي لشوف. امشي مشي. كل يوم حكايه. ويلي يا دغلول ومعلم بلشت بهذه الاوضه لانه خلصت هونيك. خلصت؟ ايه بدي طرش مضبوط ما بدي تظليل حدا ينتقدنا. ها بامرك يا معلم. تمام؟ ايه لا تنسى الكمال. ايه وميه طويله اكثر. ليك عمل لي كنال قلت لك من هون هيك. ايوه ايه معلم. هلا خد عدني موك. يلا والمية طويلة عفان. ايه المية طويلة عفان. والمية طويلة عفان. ليك شو معلم هيدا الكنال. أهلا 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 أهلا. حتى تشوف لما قلت لك يا معلم زكور لما كنت تظلمني وتبهدلني لما كنت أشتغل عندك كنت أقول لك أنا ديلة 8 سنين عندي كاسو تقولي ولا وتقتلني. لما قلت لك أنا بإيدي هاي طلعت له لبيكاسو ودعزت له بيته ما صدق. كيف؟ لك ريتكم ما تكونوا بديار حدا على هالطرش هذا. اهلا 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 ابو المعلم ذكور. العصا تعلم بجنابك وبجنابه. مع على علمي انه انت تعلمت الطرش باوروبا. ايه ولو المعلم ذكور هو معلمنا الاصلي ما فينا ننكل ابدا. ابو نصرة لازم ترفع عليهم دعوه وتطالبهم يبعثوا ضرر. لك انت وياه ما حسب يظهر من بيته الا ما ترجعوا له مصرياتي. روح يا ابو نطلع اصح عامل لي المصريات ولك لا تفهم انا المعلم. بصوت الله يلا بصوت الله يلا نحن لك يا معلم ذكول نحن استغلنا مضبوط. بصوت الله يلا هذا طرش هذا. طيب صلي شو بلكي بتلاقي لنا تحلي. حلت شو؟ انا ما دخلني ولا طالع شيء بايدي ابدا. يعني قل له بطلت منيح. هلا اذا انا قلت له منيح هو ما في بوجهه نظر. طيب على اذنك سوي بس على اذنك ليك يا بتدفعوا لي على كل اوضه ياخذين مني 25000 ليره. ها شو 25000 على الغرفه؟ على كل غرفه.
شو لك ايه؟ لك شو لك ايه؟ عنفك طلع يلي بده يطرس بحليب ونشي بده هيك ياخد نقفة يا ابن طلع. هلا اذا المعلم ذكول كفلني انت عندك مين يا سيدي؟ اذا معلم ذكور كفلكم انا حاضر، واذا ما كفلكم بدي ربطكم وسلمكم للشرطة. يعني متفقين يا ابن طلع؟ ايوه فلنفك طلع معلم ذكور. نعم يعني انا فكري تكفلني انت عند ابو نطلع وتقول له هدالي ثخيلي عندي وانت ولي امني. شو هالحكي؟ ايه؟ بيمشي الحال ما اتفقنا يا هيك خلص ولو الف خدمه مثل الخدمه حبيبي ذكور. ابو نصرة ايوه شو شغلك معه؟ تعال انت وياه لشوف. تعال انت وياه لوين عم ذكور؟ ليك مركز الشرطه هو الفاصل بيناتنا. تفضلوا قدامي. تفضلوا طليل. هو عرفني اني انا بدي استغل حسابي انا وهالمعطل الزغلول. سلخنا نقف الدين قتلي يا ابو سليم والله من التمليم هذا المعلم ذكول. وما بس هيك الله لعند ابو نصلة وعلموا لابو نصلة قال له هدال الطلس اللي طلسوا لك يا ما بيسوى وما تعطيهم ولا فلان مثل ايدك. لا 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 هاي ما انا مزبوطة من معلم ذكور ابدا. انا هلا بدي اروح لعنده واحكي معه واتفاهم انا وياه اقول له هيدي هالشغلة ما انا مزبوطة ابدا. معلش يا ابو سليم فلتوا لا بدنا نتعطى معه ولا يتعطى معني. لا تزعل ولا عبالك فهمين بكرة انت بتطرش لي البيت الي انا بدي اطرش البيت. انا ساعة البتليت بطلص لك يا ابو طليم وخلص. انا ما بدي وخلاص ما بدي اطرش عنده هذا معلم زكور. ايه؟ وانت شو بدك انا تحت امري. انا ولا نبع ولا قص ما بيخد منك اصلا. انا كلتي بدي اياه حق البضاعة. بتعطيني حق البضاعة بديك البضاعة بتغلب بليل. قديش بتكلفني البضاعة تقريبا يعني؟ اعطيني على حساب 100,000. 100 شو؟ 100 شو؟ 100,000. 100,000 لشو؟ حق البضاعة على حساب. لك شو حق البضاعة على حساب؟ انا البيت كله شاريه ب 11,000 ليرة. ما تزعل ابو سليم زيب انت البضاعة هيك بتكون انت ملتاح وانا بستغلب بلا في تي الحديث. لا يا انت زيب البضاعة يعطيني 2,000 انا زيبهم. شو هلا صاروا 2,000 مبين عم تقول بدك 100,000 شو قصتك؟ 100,000 عمل لك فهمت غلط. 100 قدلة السيارة 100 ليرة يعني 100 ليرة بسيطة. 2,000 حق البضاعة. على كل حتى ما تخسر انا بجيب البضاعة وانا بشوف كم يوم تشتغل انت وهالمسكين اللي معك وما بخلي الا مبسوط. ممنونك. يعطيك العافية اخي ابو سليم. يعطيك العافية فهمين افندي. اهلا بك لي. شو هذا اللي معك سيد شكرا؟ هذا ورق مشان الحيطان بيتلزع الحيطان. قولوا لي الورق يا ابو سليم اوفر من الطرش والدهان. عزيني عزيني يا توفي يا تكليت واحدة يا توفي. تفضل. شو هذا؟ ورق هذا ورق. هذا ما بيسوى يا سكليم سي. شو ما بيسوى؟ ما بيسوى هذا ولا بدك انت لبلدتك الاصلي هداك المنيح. شو يعني؟ وكمان بتفهم بالورق انت؟ طبعا. شو انا يعني؟ دلت باوروبا يا ابو سليم. حاج بقى. لا فهمان عندي. نعم. هذا انت بتعرف تلزق ورق على الحيطان؟ 7 سنين دلت الطلط والتلزيق باوروبا يا صوتك. طيب قديش بتاخد على الربطه تلزيق؟ هيدي اللبطه عشان طال بياخد عليها تلزيق انا 1000 ليره. شو 1,000 ليرة؟ كثير 1,000 ليرة كثير. ابو سليم اذا بتريد تدخل حله. طيب قال اللي ما بدك تشتري ولا بدك تبيعه اطلبه بحق نصه يا خيي اعطيه 500 ورقه بيلزق لك الربطه. ماشي يا ابو سليم. ماشي 500 ماشي بس كل ربطتين ب 500 ليره ماشي الحال. مثال ابو سليم بيمشي وانا موافق. تفضل تفضل قديم. صلي شادي. قوم يا صبي. شو كان قوم يا ولد. قوم نحكي عن ناس من هالناس ونحكي عنا. يا ولد انت شايف معلم اللزقه بالسقف على طلمتك لطيف. ايه فوق هون فوق ما تعمل لي يا عمزه هذا سكلي على الطرف. بك يا معلم كيف تترك فريقك السلم هيك؟ لا شو انت ما بتفهم ما بتفهم كيف بدي استخدم انت اللي جيب الفلسيه؟ بدك ايه قلت لك جيب الفلسيه بس كيف بدي الفلسيه؟ ايه مزبوط معك حق. هتضيعني كمان؟ شيل لي هالسلم شيله حطه هون. قلت لك هيدي شغله الصعب خلي لي اياها لبعدين. هلا ما خلينا نخلص الحيطان. ايه بنبلش بالحيطان. سيك ساوين ال ال الورق. لا ده انا رحت. يس حمد هلا منيح انا عم بضل الحيط. لك يا ابني لا تعمل خطيت معلم عم يدهن الورقه. لك تدهن الورقه دهني على الورقه لا تعمل خطيت.
خلصت ليه؟ شو في داعي لهالخبيث؟ ما انا بخلص بسرعه. ايه بتخلص بسرعه مالك، ما ضروري تخبط يا امي. خليك انت شوي، فهمت؟ ايه معلم. كيف لك؟ اعطيني هيدي والله. لك هيديك اللي فيها بضاعة منيحة، حتى اللي صايت بضاعة بهاي. يا بدنا نخلص بقى عندنا ورثة تانية يا ابني. بدها تكون ملتبة، فهمت؟ ايه حلوة هيدي. هيدي منيحة، هيدي منيحة من هون. طيب اعطيني لك نصفة. كان سمك للدهان وحاد بيكون اختين. ليك اعطيني هديك الفلتية صغيرة لطوف. هيدي؟ ايه هيدي. يلا. دهانة منيحة هاي؟ ايه منيح معلوم. لك يا زغلول قلت لك دهنا منيح، ما عم تلصي. ليه ما عم تلصي؟ جيبها هيك. اعطيني الفلتة لطوف. هيك اهلا 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 من معلم تكليف. انا فيك قلت لي ليش فينا عم تلزق يا حبيبي؟ هلا على فكره ليش بقى؟ لانك واقف على الحاد يا معلم تكليف، كيف بدك تلزق؟ انت عم تلزق علي ولا على الحاد؟ على الحاد بعتذر انا يا تكليف. انا بعتذر. صف 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 يا شيخ. صف الحلاوه صف بحلاوه يا شيخ. شو هالحلاوه؟ شو هالحلاوه هيدي؟ هيدي احلى موديل. هيدي احلى موديل؟ خاصة هيك هو هيك احسن. ها؟ بس هيك بعذب. هيك اهي هيك اهي كله حلو. انت عملتن هيك اهي احلى. وهيدا شو هيدا؟ هيدا تكنيكولا يا تكنيكولا. هيدا تكنيكولا احلى بضاعه. احلى بضاعه. ايوه حلو حلو. انت هذا شو عامل معي يا فهمان يا فندي؟ لا فهمت. انت حلفت لي بنتي. لا تكنيكولا انا كل روز حطت حقه 500 ليره، يعني بدي دفعك 10000 و15000 ليره قطر ودرج. وعطلوا درك 5000 لأني روحت لي تعب كمان. ايه لو 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 لا تعصب ولا منعمل مسكة. ما منعمل مسكة. انت بدك حقك الله. هي حقي ما حقي. وقف. بدك تسمعني عم فهمك. ها وقف. ايه وقف. هلأ ملو عند المعلم زكون. ايه. هو بحل المسكة. مين زكون ما غيره اللي؟ زكون ما غيره. يلي شايف من عنده. لا هو معلمنا. هو معلمكم. طمن. ايه بأمر. صلف لعنده. هو بيدفع. هو بيدفع. ايه انت بتسبقنا نحن ولاك على ماشي الحال. ده نكون كفينا على الحال. ماشي الحال. ما يكون الضاعه ما بتطلع. بدك تضرب انت وياه. روح يا سكلي. روح يا سكلي. حيا وجهك. ايه ولا حزن من ايدك. حزن من ايدك لعبت لي. قال لك خلي تشتغل قبل ما يجي. سكلي يرجع ولو على سكلي. تعال. اوفي اوفي لا اوفي لا اوفي. علي ولا علي. ايه ليك لا ضيعتني هذا الفلسيه. بس بتركك معلم. ما تتركني روح لهذاك الباب. انك سيف هذا منك معلق ومضبوط. لا دقتها من السنين. لا دقتها من السنين. ليك زين غسلني غسلني يا حاضر غسلني. ابو نصرة ايه انا ناطرك بالمحل. اي ساعة بدك تروح؟ ساعة 9 يعني ايه؟ طيب هلا شو 8:30 هلا مشوار الطريق تبرع علي على المحل انا ماني بالبيت. ايه لك يا عمي لا ما فاتح المحل انا باقي بالمحل لانه بدهم يجوا طرشين يطرشوا لي المحل مشان بتعرف. كل عام وانت بخير. يلا قرب العيد بقى بدنا هالمحل نخليه نظيف ظريف ما فهم. ايه ايه منروح على الحفله ونخلص من الحفله ونمرق على المحل بيكون خلص المحل الطرش. منحاسب الشغيله ونسكر المحل ونروح على الباب. ايه يلا ما تطول. ايه 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 يلا الله معك. شو ابو سليم؟ اهلا اهلا بالمعلم زكون. شايفك مهيئ حالك على الطرش. الحقيقه بدنا نطرش يعني ما توخزني. انا كان فكري انك انت تطرش لي البيت والمحل، بس بتعرف في عندي اصحاب هيك اصدقاء حاب يدفعون ما عندهم شغله بفيدهم بارشاد. شو كمان جايب اغراض الطرش؟
فردنر انا اشتريتهم حتى ما يعملوا لي لاش اشتريت ولا جبت وطلع غالي ورخيص. انا اشتريتهم وجبتهم هن بياخذوا اجى الطرشون. بتعرف اني انا زعلت منك؟ لا 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 لا. انت بتعرف انت عزيز عندي كتير. انا كنت مفكر اني اقدم لك طرش البيت تقدمي. ممنونك يا زكور، بس انا مثل ما قلت لك بدي نفعل لهالجماعه، ما تواخذني يعني. شو كمان في مفاجاه ثانيه؟ كيف شو هذا؟ لابس كلت يابا؟ ابو نصرة عنده سهره وبده ياخذ معه واحد يدق له على الدربكه. بقى اخذني لي انا وجاب لي 5000 ليره. برافو. وبقى استأجر لي بدلة ولبسني إياه، قال ما بيصير روح بالشروال هونيك ما يعني يلاقوها غير شكل. كيف طالعوا؟ لا فصل عليك تفصيل. تمام. إيه موافقين. يلا تصبحوا على خير. مع السلامة. ممنونك معلم زكور. في شغلة بدي أقول لك إيه. شو؟ إذا اعتستوا أي شيء كرستة مثلا باية فراشي أي شيء ما توفرني أبدا. ها لا يا زكور لا. روح جيتوا لقوينكم. هيدا 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 مالو معلم زكول؟ بلا يا معلم. طالع من عند خان؟ لا كان مرق مرق الطريق وطلع لقى المحل فاضي. قال لي شو حتطرش؟ ما انا كنت متفق انا وياه يطرش لي المحل والباب. يعني بدك تعطيه البيت هلا لالو؟ لك لا خليني افسر لك وفهمك. قلت له انا في الي صاحب، بس ما قلت له مين. ايوه قلت له الي صاحب بدي نفعه بالبيت وبالمحل، هو بده يطرش لي. ما بعدنا نحن زين من عند سكلي. ركبت له الورق. طول ركبني له وطلع لوعه. ما صدق ما صدق طالع له ويطلع هيك من صفي اللي هيدا. تعالوا فيه تعالوا فيه. لك يا فهمين انت تعلمت تلزيق الورق، انت حتخيلني كمان. انا دلت عم بكتو ما حدا عم يصدقني. انت شوف ابو نصرة طالع له بالصغال كمان. ابو نصرة ايه بده يجي يسكر لك. لا ما حكى لك زمان هيدا اللي اسمه معلم زكور؟ ما حكى لك؟ ما قال لي لا. غيره مني صحيح؟ ايه لوان؟ ايه لوان؟ رايح انا وابو نصر. لوان على حفله؟ مثل انتو؟ في حفله معزوم علي هو سهره. ايوه اخذني انا معه تضق بالدربكه وجايب لي 5000 ليره. والحديث هذا انا كل عملي بضق معه طبله. وعم تقول لي طبله؟ لانه هذا الزلمه بده واحد قال طويل هيك شبوبيه، ما بده واحد قصير. بس مثل طبله يعني؟ ولا في شيء ثاني؟ لا 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 ما تخبي علي. انا عرفت انه قالوا لي انه اخر الليل انت عم ياخذك معك مثلا تغني اخر الليل. ما تقول لي لا هيدي ما بقولها لحد. انا بيني وبينك لو ما بدي روح غنى ما بدق له بالطبله. طيب وينك؟ ايه؟ هلا انت ما بدك تطلص المحل؟ ايه؟ كيف بدك تروح على السهله ونحن نطلص المحل؟ كيف يو؟ كيف لك؟ انتو بتطرشوا بتخلصوا وانا راجع من السهره انا وابو نصرة. أيوة. بتكونوا انتو خلصتوا نهني ولكم نهني في النصيب وبسكر المحل ومنروح. طيب سمعناها بركي نعطي لهني لقينا فيها كمان للقطعه. انتو تفضلوا اشتغلوا وتركوا لها. بلش معلم. بلش لتوف اول حط السطر هون بنبلش من بلا من هون ومن هون. حبيتك وانشغل فيك
صار زيدوا القيل والقال حبيتك من شغل فكري غرامك ما كان عالبال لما الناس عرفت سري صار زيدوا القيل والقال لكن انت حبيبي ومنت ليه من عيوني بغير عليك انت حبيبي ومنت شو هيدا؟ شو هو؟ هذا الطقم الاسود اللي استاجرت لك اياه صار ابيض مبين. معقوله؟ كيف بدنا نروح على السهره؟ وليش؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ مشي يا ابو سليم مشي استاجرنا كثير بالغنيه استاجرته بالغنيه؟ مشي لروح استاجر لك طقم غيره، مشي يا ابو سليم غنيتك حلوه يا ابو سليم هلا بس خلص من السهره انا بفرجيك انت وهو تفضل يا ابو سليم كملوا شغلكم جوا